انا كنت عايز اعرفه كمتصوف، هو كان شايف التصوف يصلح لكل الاديان، وهو على المستوى الانساني عامل ازاي اصلا؟ يعني كان في حياته معاك، في سفرياته، في بيته، في معاملته مع الناس، في معاملته معاك انت شخصيا، كان عامل ازاي؟ اللي كان بيميزه الطيابه، يعني كل حاجه فيها طيبه، التعامل مع الناس اللي هي المحبين، اصحاب الليالي، حتى في السفريات برضو كان في طيبه، كانش بيعترض على حاجه، اي حاجه بيديها له بياخدها. كفلوس قصدك؟ كأجر؟ فلوس، لان الحياه دلوقتي فلوس. اوكي. انما هو ما كانش بيبص للفلوس، هو ممكن في الليله بعد ما يخلص ممكن يطلع نص اللي خده لمحبينه، واللي ما لقيتش موجود كان بيسال عنه. كان عنده طقوس وكان بينعزل قبل الشغل؟ لا 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 لا، هي العادي. هو معجون في الانشاد، هو طلع من صغره لقى نفسه في الانشاد. اتعلم على ايد مين؟ الشيخ الشبيتي. ده هنا في البلد برضه؟ لا ما كانش في البلد، ده كان في ابو تيج. اسيوط برضه؟ اسيوط. كان راجل ضرير بس هو الشبيتي كان بيقول ما كانش بيقول قصايد، انما الشيخ احمد التوني هو اللي دخل القصايد في الانشاد. وكان بيروح المولد، المولد كلها، وكان بيحب السيد البدوي تحديدا، مع يعني هو بيحب السيده زينب اكتر. السيده زينب اكتر. لان اول انشاده كان في السيده زينب، اول بدايته خالص كانت في السيده زينب. قول لي، انتوا سافرتوا دول كتير جدا بره مصر معاه، ايه الدول؟ احكي لي كده كام دوله، ايه الدول اسمائها؟ هو احنا يمكن اوروبا كلها بالمدن بتاعته، يعني كنا بنطلع السفريه أربع مثلا حفلات، خمس حفلات، فبنتنقل من مدينة لمدينة. واستقبال الناس ليه؟ لا، استقبال هناك أكتر من هنا، يعني مثلا المسرح ده بقى مثلا 1000 أو أقل أو أكتر، تلاقيه مليان كومبليت، كله راح يتفرج على، كله راح يسمع فيه.